ومعي عبر الهاتف دكتور علاء سرحان، أستاذ اقتصاديات البيئة بجامعة عين شمس. دكتور علاء، بعد التحية، اليوم هو يوم التوصيات، اليوم الأخير لكوب 27، والحديث دائما عن الكثير من الآراء والمقترحات التي تم عرضها خلال الأيام السابقة لكوب 27، لكن العالم ينتظر اليوم المخرجات والتوصيات. في رأيك، أهم هذه التوصيات التي نحن في حاجة ماسة إليها الآن؟ الحقيقة حضرتك، أهم حاجة أنا شايفها كرأي شخصي ليا هو قضية الخسارة والضرر، لأن هذه مرتبطة ارتباط وثيق بقضية العدالة المناخية اللي الدول النامية منذ عام 91 تكلمت عنها وتناولتها في أروقة الاجتماعات وفي يعني في أماكن غير داخل القاعات المخصصة للمباحثات الرسمية في مؤتمرات الأطراف الـ 26 اللي حدثوا قبل شرم الشيخ. ولكن إدراك قضية الخسارة والضرر لوس أندامج على كأحد بنود الأجندة اللي تناقش رسميا دي، كان طبعا أعتقد أن هذا إنجازا كبيرا للدبلوماسية المصرية والدبلوماسية المناخية لأول مرة نحن نقدر ندركها. ده نمرة واحد. نمرة اثنين حضرتك، وده مهم قوي، أن قدرنا نصل حسب معلوماتي الحالية إلى اتفاق مبدئي حول وجود هذا يعني التعويضات والخسارة والضرر، متمثلة في أن يكون هناك إما صندوق فند أو مرفق فاسيليتي. والاتحاد الأوروبي EU 27 دولة تقدموا بهذا المقترح حسب معلوماتي، أن هم يعني بيوافقوا على هذا الصندوق أو المرفق من حيث المبدأ، ولكن شريطة ودي طبعا نقطة خلافية كبيرة، أن يكون هذا مرتبط بحاجتين. أول حاجة يكون مرتبط بأن الدول اللي المساهمة بالموارد المالية في هذا الصندوق أو المرفق ليست الدول النامية المتضررة، ولكن الدول اللي هي أكثر انبعاثا. ودي طبعا هتؤدي إلى مشكلات، لأن أكثر دولتين انبعاثا هي دول نامية لو حسبناها ككمية مساهمة كلية وليست حسب عدد السكان. ولكن هنا بيقولوا لا، ده الدول دي دول نامية متضررة ليس لها أي باع في قضية الثورة الصناعية، ما كانتش وقت الثورة الصناعية مسؤولية تاريخية. ولكن فهذا لازالت نقطة خلافية. النقطة الخلافية الأخرى هو عايزين إن هم يربطوا هذا الصندوق أو المرفق بتخفيض الانبعاثات الكربونيه حتى نصل الى 1.5 درجه زي ما حضرتك تفضلتي في المقدمه، وبالتالي عايزين ان الدول تعيد تقديم او يعني تعمل ابديت او تعمل اعاده لاصدار الوثيقه الخاصه بالمساهمات الوطنيه الطوعيه اللي هي الان دي سي، علشان خاطر تقول كيف ستصل الى 1.5 درجة عن طريق حيادية الكربون، وان هي تقلل تعمل تخفيف جامد جدا، وبالتالي هي مربوطة بيها. فهم عايزين يزودوا ويسرعوا من الوصول الى 1.5 درجة على ان تكون ذلك شريطة لوجود مثل هذا الصندوق او هذا المرفق. تمام. طيب دكتور علاء، يعني في رأيك سيكون أيهما أكثر مرونة وأكثر قربا للحل، أن تقوم هذه الدول بالتمويل وتعويض الخسائر وكما تم إطلاق على كوب 27 قمة التنفيذ، أم أنه سيكون هناك بعض الالتزام ببعض التوصيات كما سبق من توصيات في قمم سابقة فيما يتعلق بتقليل الانبعاثات، إحلال الطاقة النظيفة محل الوقود التقليدي وما إلى ذلك؟ حضرتك، هي ليس هناك التزام بأي شكل من الأشكال. كل دي احنا بنتكلم على التزام أدبي وأخلاقي والضمير الخاص بالمجتمع الدولي. اللي حصل حضرتك في الشهور القليلة الماضية من تداعيات خطيرة جدا بالنسبة للمناخ في سواء في أوروبا أو في باكستان وبنغلاديش، خلت أن الدول الصناعية والدول الكبرى يبقى في ضغط عليها ان هي يعني
لابد ان هي تصل الى قرارات ملزمه، لان هناك خطر محبط في لهذا الكوكب، وبالتالي اصبح هناك ضغط عليهم. ثم ما زاد الموضوع من اهميه هو اضطرابات في سلاسل الامدادات الطاقه عندهم في اوروبا، وبالتالي يسرعوا موضوع الطاقة جديدة ومتجددة حتى يمكن تأمين احتياجاتهم المستقبلية من الطاقة، ما تبقاش مستوردة لكن ممكن تبقى جاية من مصر مثلا كمركز إقليمي للطاقة الجديدة ومتجددة، أو في نفس الوقت إن هم نفسهم ما يعتمدوش على مصدر واحد. يعني رب ضارة نافعة حضرتك، أن ما حدث في الشهور القليلة الماضية خلى أن الدول فعلا عايزة تيجي شرم الشيخ وتاخد قرارات تنفيذيه، لانه هذه نقطه اللا رجعه، the point of no return زي ما بيقولوا بالانجليزي، يعني الان او فلا، خلاص يعني مش هيحصل ان هنقدر ننقذ الكوكب الا لو فعلا اجتمع المجتمع كل هذه الدول 197 دوله. وحضرتك شفتي الزعماء والقاده ورؤساء الحكومات اللي جم عدد غير مسبوق قبل كده، وهناك اعتقد نيه في الوصول الى قرارات تنفيذيه ترضي مش بس المجتمع الدولي ولكن المصالح الوطنيه بتاعتهم، لان هم الان اصبحوا مقتنعين حضرتك ان المصالح الوطنيه لهذه الدول تتماشى مع مصلحه الكوكب، لان لو الكوكب اللي احنا عليه ده فيه خطر كيف يمكن ان نؤمن الغذاء او المسكن او الملابس بالزبط. او الملبس للشعوب اذا كان الكوكب فيه خطر؟ فهو ابتدوا هناك، اصبح هناك وعي كبير لمتخذ القرارات في كثير من الدول سواء متقدمة أو دول نامية، أن صحة وبقاء هذا الكوكب في أحسن حال هو أحسن استثمار للأجيال القادمة لأولادنا وأحفادنا من بعدنا. فكيف يمكن أن احنا نخذلهم، لأنهم لن يغفروا لنا أن احنا مش هنخرج بقرارات تنفيذية في قمة شرم الشيخ، لأن حضرتك دي هتأثر عليهم على الأجيال القادمة. وبالتالي أعتقد إن شاء الله ان هناك قناعه لدى هؤلاء الرؤساء الوفود ورؤساء الحكومات والى اخر، ان الان اصبحنا في علامه مميزه هي او فارقه في تاريخ هذا الكوكب ما سيحدث في شرم الشيخ. عشان كده انا بقول لحضرتك ان شاء الله سيخرج الاجتماع النهارده ان شاء الله النهائي بقرارات، وانا على ثقه ان شاء الله ان هيكون المفاوض المصري هيقدر يصل الى توافق ما بين الدول. كل واحد حضرتك بيدور على مصلحته الوطنيه وده شيء مشروع طبعا، ولكن الخطوره ولكنه لا نرى اي تعارض ما بين ان تكون هناك مصلحه وطنيه كما تحدثت حضرتك ومصلحه الجميع فيما يتعلق بالامن المائي والامن الغذائي وما غيرها من امور مهمه. بشكرك شكرا جزيلا دكتور علاء سرحان، استاذ اقتصاديات البيئه بجامعه عين شمس.